العالم السحرية إنييستا، واحد من المرشحين للذهب الأوروبي وللنجوم العالمية. فعلا هدف سينمائي، هدف أنطولوجي، هدف سينمائي، هدف أنطولوجي، لا يأتي إلا من قدم اللاعبين الكبار. وفعلا إنييستا هنا القدم التي جاءت بالهدف، فعلا هدف سينمائي بطريقة ولا أروع. إنييستا بلمحة الهدافين بحث عن الشباك، وهذه صعبة عليك يا مراغون، هذه صعبة عليك يا مراغون. نعم هدف أنطولوجي والسينمائي من قدم اللاعب إنييستا، أجمل ما في الجولة الأولى. هدف إنييستا فعلا حقك أن تكون ضمن قائمة الكبار المرشحين لنيل الكرة الذهبية. البارسا يواصل الإبداع، زيد متعنا إنييستا، زيد متعنا يا تشافي، وكذلك الجواخي دافيد فيا. دون أن ننسى اليوم طموح الأوسبيتاليت، وقلنا هل سيقاوم، هل سيقاوم مدى البارسا؟ الإجابة جاءت في الدقيقة 42، لا لا، لأن الأوسبيتاليت في حوار مع النجوم. وهذه كرة الثاني، ترتد من القائمة الأيسر، ترتد من القائمة الأيسر.